ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جيء إليه بمسروع قد أصابه الجن، فقرأ عليه فخاطبته الجنية التي في هذا الرجل، فقالت له إني أحبه، فقال لها شيخ الإسلام لكنه لا يحبك، فقالت إني أريد أن أحج به، فقال هو لا يريد أن يحج معك، فجعل يحاورها وأبت أن تخرج، فجعل يضربها، يضرب الرجل المسروع، لكن الضرب يقع في الظاهر على المسروع وهو على الصارع، حتى يقول إن يده تعبت من الضرب. ثم قالت أنا أخرج كرامة للشيخ، يعني من الشيخ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال لا تخرجين كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل،